أصدر الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي قراراً جمهورياً بتعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، وبموجب القرار ذاته تم تعيين اللواء الركن بحري عبد الله سالم علي النخعي رئيساً لهيئة الأركان العامة مع ترقيته إلى رتبة فريق. كما أصدر الرئيس اليمني كذلك قراراً بتعيين اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.